قال رحمه الله: وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحال، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. في هذين البيتين يذكر رحمه الله تعالى العلامة الرابعة من علامات صحة القلب، وهو هنا ينضم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بقوله: ومن علامات صحته أي القلب أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله، أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. نظم ابن سحمان رحمه الله ذلك بقوله: وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحالي، غير انتحالي، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال، أي يجعل همه هما واحدا وهو الاهتمام بنيل رضا الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى، هذا همه وهذا مقصده في هذه الحياة. اجتمع همه على هم واحد أن ينال رضا الله، فإذا أراد أن يقدم أو يحجم أو يفعل أو يترك، لا يفعل ولا يترك ولا يقدم ولا يحجم إلا في حدود هذا الهم الذي هو معه دائما وأبدا، أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فينظر في الأمور التي سيفعلها هل هي من رضا الله، فإن كانت كذلك أقبل عليها وحمد الله، وإن كانت من الأمور التي ليس فيها رضا الله بل فيها سخط تجنبها وابتعد عنها، فيجعل همه هما واحدا غير انتحالي، غير انتحال، والانتحال هو الانتساب الذي يكون بالزعم فقط والادعاء، الذي يكون بالزعم والادعاء. ومن السهل على الإنسان أن يقول أنا همي واحد هو رضا الله، لكن ليس المراد هو مجرد الانتحال، بل المراد أن تكون هذه فعلا هي حقيقة الحال، هذا معنى قوله غير انتحالي. فيصرف همه لله صرفا، يجاهد نفسه على أن يصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم.